ديوانا عقلت داك النهار كان دار الملك سميتو واحد الخطاب ويذكر فيه الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج وداك الشيء، فقال لكم تطلعوا فينا زعما حنايا حيت خارجين على البلاد. هذاك القانون ديال الهدايا راه ما قانون ما تزفته، ما قانون ما تزفته، راه تضربوا فيه التقاليد والثقافه ديال البلاد. حنا عزيز عندنا صيفطوا الكادوات الحبابلة اللي كاينين في المغرب، انا صيفطت سبرجيله السيد قالوا ليه في الديوانة يخلص 4000 درهم، فين عمرك تخلص على الكادو؟ فين هذا تهضر مع داك الديواني الكبير، داك الكبير فيكم اللي كاين في هذاك البيرو الفوق، عرفت كاع فين كاين الصراحه البيرو ديالو. ولكن هذا ماشي قانون، هذا تضرب في الثقافه المغربيه ديالنا، تضرب في تعادل تحبو بنجيك بالعاطفه وداك الشيء. شوف الديواني الكبير اذا قلتي مال هذا مبرصنا على هاد السبرجيله غادي نعطيك، انا عطيك التراكين نمبر، ها عطيك التراكين نمبر ها هو، وانا عطيك انا الحق انك تمشي تحل هذيك السبرجيله. والا حليتي هذيك السبرجيله وتير فيها هكا وتدير ديك باش مبرصنا هذا عيانة، والله تنخلص 4000 درهم. بارطاجيو هذا الفيديو يمشي لعند هذاك التيواني الكبير اللي جالس في البيرو الفوق الانفير. تحياتي عبر الاتي الخرز التيواني دابا ما كاين لك غير انطح المطر.